في زيارته الرعوية الأولى لمحافظة المفرق، التقى غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيليوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين أبناء رعيته في المحافظة، حيث كان في الاستقبال لدى وصول غبطته إلى المفرق المطران فيلمونس مخامرة رئيس أساقفة بلة ولفيف من الأباء الكهنة من داخل المحافظة وخارجها وجمع من الشخصيات الرسمية والعامة. وابتدأ غبطته برنامج الزيارة بصلاة الغروب ثم التدشين وافتتاح قاعة وجرسية كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق، حيث التقى فيها غبطته بأبناء الرعية، بحث خلاله العديد من القضايا والأمور التي تهم الرعية والكنيسة معاً. ودعا غبطته في كلمة ألقاها نيابة عنه الأب عيسى مصلح الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس أن يحفظ الرب هذا البلد، كما شكر غبطته كل من ساهم باستكمال توابع الكنيسة حتى تتمكن من استيعاب أنشطة الرعية المختلفة. إن الكنيسة قد أثبتت على مر العصور بأنها ليست مكان للعبادة فقط، بل كان هناك ما يعرف بالأقبية أي الكهوف في العصور الأولى للمسيحية، والتي كان يجري فيها تثقيف وتعليم المسيحيين الأوائل بكلمة الإنجيل والإيمان المسيحي. كما ألقى راعي كنيسة السيدة العذراء الأب ديمتريوس السماوي كلمة أكد فيها على الطاعة والولاء وحسن الانتماء للكنيسة، مشيرا إلى جهود أبناء الرعية في خدمة كنيستهم. باسمي وباسم الرعية في هذه الليلة المباركة نؤكد على عمق انتمائنا لكنيستنا المقدسية الأرثوذكسية، ونؤكد على صدق طاعتنا واحترامنا ومحبتنا لصاحب الغبطة، فأنت من يفيض عن يديه النور المقدس، وأنت من اختاره. وأنت من اختاره الله لكي تكون البطريرك على المدينة المقدسة. وبعد ترأسه لقداس إلهي في كنيسة رقاد السيدة العذراء والذي أحيته جوقة الكنيسة بقيادة الدكتور رامي سماوي، وقدمت مجموعة من الترانيم الروحية التي نالت استحسان الجميع. ارجعي يا نفسي إلى راحتي، ثم توجه غبطته خلال الزيارة التي استمرت يومين إلى نادي معلمي المفرق، حيث التقى هناك مسؤولي ووجهاء المحافظة بحضور السفير اليوناني في عمان وعدد من الآباء الكهنة، واستمع غبطته إلى عدد من الكلمات التي رحبت بقدومه إلى المفرق، تلك المدينة التي يعيش فيها أهلها عائلة واحدة ويشكلون أنموذجا للعيش المشترك، حيث ألقى سيادة الوكيل البطريركي لشمال الأردن المطران فيلمونس مخامرة كلمة وصف بها الزيارة بالرعوية الأبوية التي جمعت الأب مع أبنائه. وفي ظل هذه الظروف فلكل واحد منا مسؤولية ملقاة على عاتقه، كل واحد من موقعه اتجاه بلده أي أردننا الغالي، في الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة ومحاربة فكرة التطرف والإرهاب والحفاظ على وحدة أبناء الشعب الواحد بكافة أطيافه، وتعزيز روح المحبة وقبول الآخر، فالدين لله والوطن للجميع. ونحن ككنيسة جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، نسير على خطى وتوجيهات جلالتي في الإصلاح والتطوير لنصل إلى الهدف المنشود لخدمة هذا الوطن والمواطن وللنهوض بالأردن الغالي
واختتمت زيارة البطريرك ثيوفيليوس الثالث بجولة ميدانية لمنطقة رحاب الأثرية، اطلع خلالها والوفد المرافق على الكنائس والمواقع الأثرية في المدينة القديمة، مبدياً إعجابه بالاهتمام الرائع بهذه الكنائس التي تعود إلى عصور سالفة دالة على قدم المسيحية في المنطقة.